أنبه وأحذر مما يأتي به البعض من هذه الجوالات التي تشغل المسلمين في صلواتهم، قد يشتغل بجواله أثناء السجود من أجل أن يغلقه. يا أخي قبل أن تدخل المسجد أغلق جميع الاتصالات بالخلق، توجه إلى الله عز وجل. يكفي أن الخشوع قد يقال كاد أن يضمحل من قلوب المسلمين إلا ما ندر مع خلو الصوارف، فكيف إذا جاء بهذه الصوارف ولا أدري هل هذا الأمر عمد أم أنه غير عمد؟ لسان الحال، لسان الواقع يقول إنه عمد. لما؟ لأن من دخل إلى المسجد واعتاد على أن يغلق جواله لا يمكن أن ينساه إلا في أندر الحالات. لماذا؟ لأنه اعتاد على هذا الأمر. ثم يا أخي ما هذه المصالح الكبرى التي ستفوتك إذا لم تغلق الجوال أو إذا لم تضعه على وضع صامت؟ ثم هل من العقل لو اتصل بك ذو شخصية عامة أو ذو مصلحة عامة، هل من العقل أن ترد عليه في الصلاة؟ ثم يضاف إلى ذلك ما يوضع من نغمات موسيقية التي لا تجوز خارج المسجد، فكيف بها في داخل المسجد؟ هذه نقطة مهمة. هذا الجوال نعمة من الله عز وجل، فلنتق الله في أنفسنا، فمثل هذه النعم قد تزول في أي لحظة من اللحظات. الآن أصبح هذا الجوال نقمة على أهل الخير، نقمة على من يرتاد هذه المساجد. فلماذا لا نوعظ أنفسنا ولماذا لا نربي أنفسنا على أن نغلق جميع الاتصالات والعلاقات بالخلق إذا دخلنا بيت الله عز وجل؟ هذا أقل ما يكون.